بينما برشلونة ثاني الليغا الإسبانية الآن يلعب في الجهة اليمنى من الشاشة بفالديس ألفيس بيكي بويل أبيدال إنيستا وبوسكيتش شافي فابريغاس إليكس سانشيز والكبير كرة خطيرة في اللحظات الأولى من بدري يا بنزيما من بدري ريال مدريد يتقدم بأسرع أهداف ربما لكلاسيكو عبر التاريخ. شوف الكرة الخاطئة من جانب أفالدس وبعد ذلك التسديدة والمتابعة، أول هدف في الكلاسيكو من جانب كريم بنزيما. أوزيل بداها وتأتي ويأتي الهدف الأول، وبالتالي يتقدم في اللحظات الأولى من بداية المباراة. يتأخذ فنيلة ميسي أنك تقابل تشافي وأنيستا وكرة موجودة خطيرة للأمام منقولة جول لبرشلونة. يعود البرسا بلمسة ساحرة من ميسي إلى الضيف الجديد في الكلاسيكو الكبير، يأتي ويسجل وبالتالي كلاسيكو أول، هدف أول لإليكس سانشيز. لمسة من الساحر في المكان السليم، تأتي اللمسة ويأتي الانفراد ويأتي التعادل ويتعادل برشلونة 1-1. ولسه من الوصايا الذهبية العشر التي كان قد طالب بها مورينيو لاعبيه قبل أن يبدأ الكلاسيكو، ولكن الآن يعود جول لبرشلونة ويسجل تشافي جول لبرشلونة، والفرح للفريق الكتالوني. ومرة أخرى غوارديولا هو دراكولا في البرنابيو، هذا الزائر الثقيل الغير مرغوب فيه. الكرة سدت وعادت وذهبت، استدت في مارسيلو، غيرت اتجاهها، وصلت إلى الشباك، استقرت في الشباك، وفي مباراته رقم 600 يسجل